توقعاتك ايه للمباراه يوم السبت عشان نصعد ان شاء الله؟ باذن الله الاهلي عمل ماتش حلو اول الماتش اللي فات، وتوقعاتي ان الماتش دوت هيبقى 3-0 باذن الله على الاقل، وباذن الله هنصعد ان شاء الله. الاهلي هيفوز وان شاء الله الاهلي هيصعد، والسنه دي تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. واحنا عايزين اهم حاجه، سان داونز بيلعب على ارضه جامد جدا، فاحنا عايزين اهم حاجه ندافع ونلعب بتركيز. سان داونز جامد يعني، هو فريق كويس، بس احنا الحمد لله الماتش اللي فات عرفنا نسيطر عليهم وعرفنا نجيب جونين ويعني كسبنا الحمد لله. احنا مش محتاجين نكسب اي حاجه، احنا بس عايزين ندافع ونتحافظ ان شاء الله، يعني اقل حاجه هتبقى 1-0 اليوم ان شاء الله. توقعاتك لمباراه الاهلي وسان داونز اللي جاي ان شاء الله؟ انا شايف ان شاء الله ان الاهلي هيكسب. توقعات ممتازه، النادي الاهلي ممكن يكسب فريق كويس، حتى برضه سان داونز فريق سهل ان احنا ممكن نغلبه، وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله الماتش الجاي ده نعمل نحقق فيه مركز كويس ونكسب فرق كويس ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيغلب، بس الخوف بقى من الحكم الحقيقه، عمل مشاكل قبل كده مع الاهلي، فلا بس ان شاء الله هنغلب 2-1 ان شاء الله. هي مباراه طبعا صعبه والتوقعات فيها مش هتبقى صعبه برضو، لكن احنا ثقتنا في لعيبه الاهلي تفوق اي حدود، ومتاكدين ان ان شاء الله هيخوضوا مباراه جيده وهيعملوا اللي عليهم. لا، انما المباراه اللي خوفنا فيها بس الحكم. والله احنا بنتوقع ان شاء الله نكسب 2-3 او على اقل تقدير يعني 2-1. احنا كسبنا هنا 2-0، ففرصتنا هناك مع الاستعداد الكويس اللي هم عملوه، راحوا بدري ومفيش اصابات والامور مهيئه ان احنا نكسب. اعتقد 2-0 كويس. والله انا متوقع يا اما تعادل يا اما الاهلي يكسب 1، يعني ان شاء الله يكسب 1-0 او يتعادل. يعني يا رب يا رب يا رب كده نبقى 1-0 للأهلي، يعني ده توقعاتي أمنياتي، لأن هو ما فيش حد بيتوقع، ما فيش حد بيعرف الغيب، بس يعني ممكن أمنياتي إنها تبقى 1-0 لل. ونهاردة كده كان في سن التفاؤل إنه علي معلول ربنا كرمه وقاله في تصريحات إنه هو هينزل الماتش، فربنا كريم إن شاء الله. إن شاء الله نصعد و 2-0 للأهلي. إن شاء الله يكسب زي ما الفل. إن شاء الله الأهلي يكسب يا رب. ان شاء الله الماتش يكسب وكل الناس يفرحوا. رب الاهلي يكسب، رب الاهلي يكسب 2-0، واللي يجيب الاجوان كهربا وعلي معلول. حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، موت على الكوره، افريقيا للكبار وانت الاسطوره.